والله أنا يعني كسينمائي فلسطيني كتير بهمني إنه السينما الفلسطينية تنعرض بشكل عام في العالم يعني. فما رأيك لما بيكون في أسبوع سينما فلسطينية في القاهرة في الأوبرا؟ هذا شيء جميل. كمان هذا بيساعد إنه للمشاهدين اللي ما بيتعرفوش على السينما بيعرفوش السينما الفلسطينية بيقدروا يتعرفوا على السينما الفلسطينية لأنه هيشوفوا أفلام لمخرجين مختلفين، أنماط سينمائية مختلفة. هنا في أفلام جديدة تعرض لأول مرة في مصر، في أفلام عملوها مخرجين من غزة، مخرجين من الضفة الغربية، من القدس، من الشتات، من فلسطين المحتلة 48. بتهيألي هذا مهم. وكمان مهم أنه القضية الفلسطينية تنشاف من زوايا مختلفة، والسينما ممكن تفوت لزوايا ما بفوتهاش للإعلام ولا التلفزيون ولا خطب السياسيين. السينما بالتحديد لفلسطين أو لغير فلسطين، السينما هي خيال، السينما هي حلم. فيش احتلال بيقدر يحتل حلم أو يحتل خيال. فالمبدعين الفلسطينيين بيقدروا يعملوا أفلام بأي ظرف من الظروف، لأنه هذا إبداعك الشخصي، مش شغل دول ولا مؤسسات ولا صناعة ولا تجارة. لا، السينما الفلسطينية هي داخلة في منطقة الحلم أكثر.